صورة جديدة وهي للنائب ستريدا جعجع. سيدة مميزة تجمع بين السياسة والمجتمع والنشاطات السياحية، تملك طاقة جسدية وفكرية ونفسية هائلة لشدة ما تحملت من صعوبات ألمت بزوجها سمير جعجع. لولا العقلية الذكورية لكانت تستحق لقب رئيسة الجمهورية. نظراً لصلابتها وحكمتها وجرأتها في الكلام والفعل وتمسكها بالحرية والسيادة والاستقلال التي ورثتها من أهلها ثم من زوجها، ستبقى السند والضامن لتماسك حزب القوات اللبنانية مهما جار الزمن عليها في المستقبل، مع أن كل العلامات تدل على تفوق الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة. قلت لي لولا العقدة الذكورية كانت تستحق لقب الرئيسة، رئيسة الجمهورية. شو ناطرها بسنة 22؟ إنه راح تنجح هي وجوزها بالانتخابات على المستوى الشخصي، وراح تشد وراح تجيب أصوات نسائية كتير، وراح تجيب الاغتراب بأمريكا وبأستراليا أصوات كتير. على المستوى الشخصي عادي، ما بيصير معها شيء. كمان فؤاد مخزومي سيؤسس هذه المرة كتلة نيابية صغيرة متحالفا مع المجتمع المدني، وستصير كلمته وأفعاله مسموعة ومنظورة أكثر في الداخل والخارج. سنته منيحة وللأمام. ممكن نشوفه رئيس حكومة؟ لا لا. كمان صورة لواء عباس إبراهيم، صحته جيدة وكأن هناك بركة سماوية تساعده وترد عنه الضربات. أما قضية العقوبات الأمريكية التي ألصقت به فسيخرج منها مثل الشعرة من العجينة. بعد عمر طويل عباس إبراهيم هو الوريث الشرعي الأنسب للرئيس نبيه بري. بنشوفه رئيس مجلس نواب. كمان ميشيل معوض. ميشيل معوض شخص عصامي يشبه والده بأخلاقه ونزاهته ونظافة كفه بحبه لأعمال الخير، صادق مع نفسه ومع الغير. شفافيته ستوصله إلى مراكز عالية وستعيده إلى النيابة إذا قرر الترشح مجددا. مرضى عليه أمريكيا واسمه مطروح بين المرشحين لرئاسة الجمهورية. صورة جديدة الرئيس نجيب ميقاتي، يمر الرئيس نجيب ميقاتي بحالة نفسية صعبة لأن الأمور تعقدت بعكس ما كان يراهن. مطلع 2022 ترجع الحكومة لتجتمع من جديد، ممكن تجتمع قبل شوي، يعني قبل نهاية 2021. السنة تبدأ مع دولار يفوق 27,000 ليرة. أول شهرين من 2022 سيكونان صعبان على لبنان اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وعسكريا، وتنفجر المظاهرات في الشارع في كل لبنان بتمويل خارجي. شهر 3 و4 هما شهرات تهدئة وتطور محادثات الكهرباء والغاز بين مصر والأردن ولبنان وسوريا، طبعا لأنه سوريا نقطة العبور. بيضل رئيس حكومة بعد نهاية العهد ولا في تغيير حكومة؟ تصريف أعمال. إيه بس بيضل هو؟ لا مش هو بكمل، بس نخلص من مرحلة تصريف الأعمال ويصير في انتخاب رئيس جمهورية جديد، بيجي رئيس حكومة جديد. إيه بس هلا أنت مش هو. أنت شايفه باقي لما بعد العهد. باقي لما بعد العهد تصريف أعمال. أعمال. يعني وكأنك عم بتقول إذا باقي ما بعد العهد تصريف أعمال يعني ما في رئيس جمهورية. هلا ضمن الحديث بقول لك ليش. طيب. هلا مصلى ليش. أوكي. صورة أخرى. وليد جملاط. طيب. شو ناطره بالـ 22 وليد جملاط؟ ناطر إنه بده يجيب أصوات كتير. مش بشراء الأصوات، لأنه
لانه عادة النواب بيشتروا اصوات قبل الانتخابات بشهر. هو قبل 4 سنين وزع خيراته على المنطقة تبعيته، مش من باب ال يعني الترغيب او شيء من هالنوع. امنيا وصحيا، صحيا هو انا بشوفه بيعاني من وجع بالعظام بالمفاصل، وجع ظهر، حساسيه بالحنجره، شيء من هالنوع. امنيا عم بيتجنب يتواجه مع حزب الله، لانه يعني حزب الله بيخاف منه، بيخاف من ذكائه، عم بيوقف على الحياد على الوسط، يعني صار اخذ خط سياسي وسطي هو اختاره، ما بده يتواجه مع حزب الله، وحزب الله عم بيتجنب يتواجه مع وليد جنبلاط لانه بيعرفوا انه عنده اتصالات عالميه ممكن تاذي حزب الله. ويام وهاب بدي اقول كلمه يعني هي منها حلوه بس حقيقه، يعني عنده عقده نقص من وليد جنبلاط، عنده عقده نقص، بقلده بكل شيء، بطريقه القعده، بطريقه الحكي. البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي برج الحوت. بطريرك بشارة الراعي رجل دين ودنيا، التزم بمصلحة وطنه قلبا وقالبا، وهو يلعب دور لم يلعبه السياسيون حتى الآن لانغماسهم في الفساد والمصلحة الذاتية. طرح موضوع الحياد واللامركزية الإدارية وسيادة الدولة على الأرض وعلى نفسها سيتحقق بإذن الله مع نهاية 2022. شو توقعاتك للبطرك ب 22؟ بده يقوى أكثر صحياً أمنياً؟ ما بو شي صحياً. هل هناك من خطر عليه؟ ما عليه خطر من حدا. بده يقوى كنسياً، يعني بيقوى كنسياً بالفاتيكان، الفاتيكان بيستعين فيه يمكن بأدوار ببلدان تانية غير لبنان، لأنه شايفينه أنه عم يشتغل لبلده منيح، وصار محبوب أكثر من شعبيته ازدادت عند جميع الطوائف. كمان عندنا صورة بدي منك تعطيني توقعاتك لها، هي ديما صادق. كمان مرشحة؟ ما بعرف بس بتخيل بدها تترشح. سألتك السؤال لأنه مرة طلعت مع من 6 سنين مع بولا ياوبيان كانت بالفيوتشر، كانت عم تخبرني عن جمعية دفا ووزعوا كنزات وكذا، قلت لها أنت هاي الجمعية عملتيها لتترشحي عن النيابة، ترشحت عن النيابة وربحت. ديما صادق عندها كفاءة فكريا أكثر من بولا ياوبيان، بس هيديك دبارة أكثر منها. إذا ناوي تصير نائبة حظوظها. طيب بس أنت شو شايف لها؟ يعني حسب توقعاتك وبرجها والفلك وهيك، شو شايف لها؟ مش كثير في لها حظ تصير نائبة إذا ترشحت، ما لها كثير حظ. صورة أخرى. بولا يعقوبيان ترجع نائبة ولا لا؟ أنا شايفها مترددة تترشح ثاني مرة. لا بولا أنا بكفلك إنه بدها تترشح. بكفلي إنه بدها؟ أنت رأيك لا؟ مش رأيي، مرقت بفترة حيرة. مرقت بفترة حيرة إذا تترشح أو لا. هلا عم تقول لي إنه مقررة. بولا عندها سبونسر قوية وراها. بيساعدوها بالترشح. وإذا ترشحت بتنجح. إذا ترشحت بتنجح.